السلاحف، ظاهرة بيع السلاحف اللي انتشرت بشكل كبير. تعد السلحفاة البحرية المعروفة بالترسان من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تتعرض للصيد الجائر وعوامل بيئية وسلوكيات خاطئة ضاعفت من خطورة تعرضها للانقراض. بتنقرض لأسباب كتير، من ضمنها الصيد، إن هم لما بيصطادوها الأعداد بتاعتها بتقل. ووقعت مصر على كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم صيد السلاحف البحرية، ووضعت عقوبة بالحبس والغرامة على صائديها والمتاجرين فيها. هي السلاحف البحرية أو اللي بيتقال عليها الترسة بتيجي هنا مصر، 5 أنواع منها، وهم كلهم مهددين بالانقراض ومحميين بالقانون المصري، إن هم ممنوع صيدهم وحيازتهم والاتجار فيهم. وثار جدل مؤخرا بعد قيام تجار الأسماك ببيع لحم السلحفات البحرية. ذبحت 2 وكلت من لحمتها. أنا اشتريت الكيلو ب 200 جنيه. عز حلفة طعمها حلو، ما فيهاش أي حاجة، ما احنا واكلين منها أول امبارح. فهل يجوز أكلها أم لا؟ وما فائدة تناولها على الصحة العامة؟ أنظف أكل، بتعالج ناس من العق، ممكن تعالج واحد من عنده الكبد. كلتها امبارح زي العسل وشوتها، وخدت الكيلو ب 200 جنيه، وجيت يتزعم عليها. ايه يا ناس دي؟ قالوا ترسه بتتذبح. لحمها كويسه ما فيهاش زفاره. اكلت لحم السلحفه نيه؟ اكلت لحم نيه. هي بتخلي الجسم الواحد قوي. الترسه دي محلله، دي للمرضى، لمؤاخذه السل ومرضى كده، دي في بورسعيد بياخدوها، بتبقى الدم بتاعها غالي جدا. كوبايه الدم على 200 جنيه ما رضيتش ابيعها. في واحده قريبتي شاربه منها في الامام هنا، عندها 80 سنه دلوقتي، تحس ان عندها 30 سنه مش 80. شربت انا من دم الترسه ده قبل كده ببورسعيد. ايوه، هو بيحسن اساسا الجسم، انا عندي سكر، ده بيحسن للجسم اساسا. هل انا عايز كوبايه دم؟ انا شربتها في اسكندريه وشربتها في راس البر، انا بروح لحد هناك عشان بشربها ب 500 جنيه. اكلت منها والله، كنا لحمه ضون عادي. احنا كنا منها مفيش اي حاجه، بس ما نعرفش اذا كان اكلها حرام ولا حلال، فاحنا عايزين نفهم يعني اكلها حرام ولا حلال. ربطوا رقبتها بحبل وشدوا رقبتها عشان ما تدخلش طبعا رقبتها جوه، راحوا دبحين رقبتها وخد الدم بتاعها وشربوا. لقيتهم بيشفوها وهي صاحيه وجسمها عمال يتهز. بنوقف كلنا مزاد، واقفين كلنا عليه، واحده ب 1000 وواحده ب 700 وواحده ب 500 الزوار خالص. دي اتذبحت غرقت الدنيا كلها دم، زائد الناس كتيره كانت بتحط دم على وشها. ناس كتير قالت حرام وناس كتير قالت حلال، بس عرفت بلاوي ان هم بياخدوا الدم ويبيعوه بمعتقدات منهم ان هو بيشفي امراض، بيشفي العقم عند المراه وحاجات غريبه كده. انا حسيت بطعم احنا محرومين منه بقالنا سنين كتير قوي. لو جات اشتريها تاني عشان انا اول مره في حياتي اكل حاجه نظيفه. على اكبر كتير كتير قوي، ولو واحد غيره لو معاه 100 واحده هيبيعها. الدم بتاع الترسه واللحمه بتاعتها اكتر نوع لحوم فيه نسبه دهون اكتر من اي حاجه تانية، فهو مضر للصحه عكس ما هو الناس معتقده. يعني بيعلي نسبه الكوليسترول في الدم وبيعلي نسبه حدوث الجلطات. الفيديو المذاع دفع احد المتعاطفين مع القضيه الى التحرك لانقاذ احدى هذه السلاحف، فقام بشرائها قبل ان تلقى مصير اخواتها. ما طبعا هي دي الثقافة الشعبية اللي هتلاقوها، يعني يقول لك أنا خدت دم السلاحف ده وشربته، ويبتدعوا يعني فوائد من عندهم كده يعني. والحقيقة ده مرتبط بأنه الناس لازم يطلع المسؤولين ويقولوا ويصرحوا الناس إن ده بيلحق الأذى بالصحة ولا لا، وكيف يمكن أن نواجه هذه الظاهرة. لكن هي من المتعلقة بأن السلاحف البحرية في حد ذاتها هتنقرض يعني. بالإضافة، هو ده صحي ولا مش صحي؟ ونسيب الناس للأوهام كده، لأن أنا بشوف الناس بتتعامل مع دم السلاحف ده اللي بيتعامل معه لأنه أصله هيمنحه القوة، واللي هيمنحه القدرة، واللي هيمنحه الخير ومواجهة الشياطين يعني. فهنا مطلوب حتى النقاش بشكل علمي مع الناس، وكل ده طبعا أوهام. لكن زي ما الست قالت انه بالعكس بيلحق الأذى بالناس صحيا يعني.